بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنكمل أعزائي طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري، هنكمل إن شاء الله بإذن الله محاضرات السيستول. لا يسعني أن نشكر الدكتور أحمد جارح على معاونته في تحضير الباوربوينت. السيستول ليها جينا الكاركتر بتاخدها نفس الكلام اللي ينطبق على البلاتي هيلمز، فكلاس سيستول هي بلاتي فورم بوسيسنج جنرال كاركتر اوف ذا فايلا براتي هيلمس. لكن الورم هنا سيجمنتد وليها سكولكس، هناك في التريماتود ما كانش، كانت نو سيجمنتد. ذا ورم ار سيجمنتد اند هاف سكولكس، نو اليمنتري تراكت زيها زي مين، زي التريماتود. وبعدين النيتريشن بيحصل لها ادسوربشن عن طريق الكوتيكل، لكنها كلها هيرمافرودايت. ولو احنا فاكرين في التريماتود كانت كلها هرمافرودايت فيما عدا الشسوم. الاثنين فايل اللي هناخدها او اثنين اوردر اللي هندرسها بالنسبة للكلاس سيستودا، عندنا اوردر سيدوفيليدي اوردر سايكلوفيليدي. لكن في جنرال كاركتر ليها ان هي بتتكون من سكولكس ونيك وسيجمنت. السيجمنت دي بتبقى فيها جراف سيجمنت وماتور سيجمنت واماتور سيجمنت. الطول بتاعها بيتراوح من 3 مللي زي في حاله ديفاينا لغايه ممكن توصل ل 20 متر في حاله التينيا. النمبر اوف سيجمنت ممكن يبقى من كل نوع، يعني الجراف سيجمنت والماتور سيجمنت والاماتور سيجمنت. ممكن يبقى واحده زي في حاله الكاينوكوكس، واحده ماتور واحده ماتور وواحده جرافيد. وممكن يبقى عديد من السيجمنت، توصل من الالاف من السيجمنت على اساس تدي الطول للتينيا. السكولكس زي ما احنا حضراتكم شايفين سكولكس مختلفة، وسبحان الله كل شيء ميسر لما خلق له. احنا عارفين ان السيستود كلها معظم كلها موجودة في السمول ديستن فيما عدا اتنين هنقولهم بعد كده. السكولكس هنا بتبقى هي الاورجن بتاع اتاشمنت للورم داخل السمول انتستين. فممكن يبقى بوسريا او جروب زي كده زي في حاله الدايفلوبوسرا ماتا، وممكن يبقى 4 سكرز بالشكل ده زي في حاله التينيا ساجيناتا، وممكن يبقى في 4 سكر وفي هوكس كده زي في حاله التينيا سوليام، وهكذا. يعني ممكن يختلف، ده بتوقف عليه مدى الفيكسيشن بتاعها في الول بتاع السمول ديست. السيجمنت وشكلها كده لو انتم شايفينها سيجمنت مختلفه، بتبدا من البستيرو بارت للنك، وبعدين تبقى اماتيور سيجمنت، وبعدين تتحول لماتيور سيجمنت، وبعدين تتحول لجراف سيجمنت. الماتيور سيجمنت على فكره بتحتوي الميل والفيميل جينيتاليا، فممكن الماتيور سيجمنت دي اكتك اس هرمافرودايت، هي لوحديها تبقى هرمافرودايت، يعني كان بي بروديوس فيرتلايزد ايج كومبليت ذا سايكل. يعني السيجمنت الواحده فيها الاثنين ميل وفيميل جينيتاليا. الفيميل جينيتال سيستم والميل جينيتال سيستم والاكسكريتوري سيستم والنيرفس سيستم ده كله موجود في الورم نفسها. الديفلوب بتاع السيستود بيبدا من الفيرتلايزيشن، سواء كان سيلف فيرتلايزيشن او كروس فيرتلايزيشن بين التو سيجمنت، يديني في الاخر الاج. الاج دي في حاله السيدوفيليدي بتبقى اماتيور واوبركوليتد، وبتنزل عن طريق اليوتراين بور، والاج تبقى اوبركوليتد وكونتينيوم ماتيور اماتيور امبرو، ومحتاجه وقت عشان يحصل لها ماتوريشن، وبعد كده يحصل لها هاتش في الفريش ووتر، وبعدين تديني سيلييتد كوراسيديا. يعني في السيدو في الليدي اللي هي مثال لها الدايفلوبوسريم لا تام دايفلوبوسريم مانسوناي، ديت الايج بتنزل اماتيور وبتنزل عن طريق التراين بور، وبتبقى الامبرو فيها اماتيور، يعني محتاج وقت عشان يحصل له ماتوريشن، وبتنزل في الفريش ووتر وتطلع لي في الاخر كوراسيديا. السايكلوفيليدي بتبقى نان اوبركوليتد
والإج بتحتوي على كونتين ماتيور هيكساكانز إمبرو اللي هو الأونكوسفير، وبعدين اليوترس بيبقى الجراف سيجمنت كلها بيتحول ليوترس مليان بالأوفا، والأوفا الجراف سيجمنت دي بتتقطع وتنزل وتنزل فيها الإج. يعني الإج هنا ما تنزلش عن طريق اليوتراين بور، لا ده بتنزل عن طريق الجراف سيجمنت، خلي بالك عشان ما تتوهش. ده مثال للبلوبوسرام لاتام ايج، وده مثال للتينيا ايج. بيبقى ليها رادييتد شين وفيها هيكسا كانز امبرو منجو. اللارفال ستيج بعد كده في السيدوفيليدي، المفروض الكرة سيديوم اللي طالع ده بياخدوا الفيرست انترميديت هوست، وده بيبقى غالبا السايكلوب، وبيتحول فيه البروسر كود، عباره عن ايه؟ elongated with acephalic invagination and obstreperous cervical appendix with the embryonal hooklet. وده بيبقى موجود في السايكلوبس اللي هو بيسموه برغوث الماء الصغير، بتنضم تنطط ده في الميه، وبعدين السايكلوبس ده او السمك الصغير خالص ده يجي ياكلوا السمك البور والبلطي، يتحول فيه لبلورو سيركويت، وفي المصل بتاعة السمك يتحوصل البلورو سيركويت ويبقى انسيستد لارفي داخل الفيش مصل. يجي حضرتك الانسان او من ياكل السمك زي الدب والكات ياكل ده، يتعدي بالأضل دايفلوبوسرام مانسوناي او لاتا. الاسبرجينيوم نفس الحكايه، هو البلورو سيركويت بس بتاع الديفلوبوسرام مانسوراي. في حالة السايكلوفليدي لا، الايج بتنزل ماتيور وريدي فور انفكشن، فبتكون فبتتاخد عن طريق الانترميديت هوست زي الكاتل والبيج، وتتحول لامر واحد لسيستي سيركس. السيستي سيركس دي بتتكون بين المصر بتاع الفيرتبريت انترميديت هوست، وهي عبارة عن بلادر لايك with single wall enclosing invaginated scolex. ومثال ليها سيركس سيلولوزي وبوفز وتينيكولاس واوفز وبيزوفورمز وفاشولاريس وهكذا. وبعدين ممكن زي حاجه تاني زي السيستر كود، وده بيتكون في الكافيتي بتاع الانفيرتبريت انترميديت هولز. خلي بالك السيستر كود بيتكون في الفيرتبريت الكاتل والبيج او الشيب، او انما في السيست سيركود ده بيتكون في الانفرتبريت، يعني يبقى عباره عن انفرتبريت او عن طريق الحشرات، فبيبقى في دبل سيست وول ستراكشر كونتيننج انفاجينيتد افيرتد سكولكس، وده بيسموه منه نوعين، نوع بيسموه سيركو سيستك سيست سيركود زي بتاع الهيمنيبس نانا، او كريبتو سيستك سيست سيركود زي بتاع الدبليديم كانينا. الهيداس سيست ودي بتتكون برضو في الفرتبريت، خلي بالك الترميديت هوست، وتبقى يونيولوكلر او مالتي لوكلر. والسينيورز بتتكون في الفرتبريت انترميديت هوست، وتبقى سينيورز سيربلاريس في السي ان اس، او سينيورز سيرياليس في السب كوتينيوس تيشو. بعد كده المود انفكشن، الانفكشن تو ذا ديفينيتيف هوست اوكير باي انجيشن اوف ذا لارفال ستيج. وبعدين الأدل سيستود بتتكون هابتنج للسمول انتستين، فيما عدا اللي انا قلت لكم هنقولهم الانبلوكفلي دي موجوده في السمول واللارج انتستين على فكره بتاعت الاكواين. والستيليزيا هيباتيكا، ستيليزيا هيباتيكا هيباتيكا من اسمها، يبقى موجوده في البايل داكت بتاعت الشيب والكتف. ده بالنسبه للمودفكشن. اول حاجه هناخدها وهي اوردا سيدو في الليدي او الديفلوبوسرام لاتام ديفانس مانسوناي. طبعا السكوليكس ليها تو جروف فيها بصري، عشان كده الاتاشمنت بتاعها سهل وبسيط، يعني لو شويه بيرجتف او شويه اسهال شداد ممكن ينزلوها. طبعا قلنا الفرق الثاني ان الايج بتنزل عن طريق الوتراين بور، واللي بيبقى على الموجود على الفنترا بتاع السيجمنت بتاع الماتور سيجمنت، ما فيش جرافي سيجمنت فيها، وقلنا ان هي تبقى اوبركوليتد واماتيور ومحتاجه وقت عشان يحصل لها ماتيوريشن. الانكوس فيه بيبقى سيليتد، بتسميه كوره سيديوم، كوره سيديوم اهو حفظناها كوره سيديوم.
والاربع ستيج بتاعها بيبقى موجود في التو انترميديت هوس، وعباره عن سوليد ستيت. الدايفلوبوسيوم لاتم عباره عن الهوس بتاعها بالسيب المان والفيش ايتنج ماما زي الدوج والكات، والانترميديت هوست ليها اتنين انترميديت هوست، الفيرس بنسميه سايكلوبس والسكند بنسميه فريش ووتر فيش اللي هو زي السالمون فيش. الهابيتات بتاعتها موجودة في السمول انتستين، وشكلها السايز بتاعها كبير 3 على 10 متر، والسكولوس بتاعها قلنا فيها جروف بالشكل ده جروف. شايف الدايفلوبوسترم كل ده دايفلوبوسترم، لو ما نزلتش السكولكس دي كانك ما عملتش حاجه، هتكون تاني. الماتيور سيجمنت اهم ما يميزها الروزت شيب يوترس، والايج اهم ما يميزها ان هي اوبركوليتد وكونتيننج اماتيور امبرو. البروسل كويد قلنا ده الفيرست ستيج لارفا، وبيبقى موجود فيه السايكلوز، والبروسل كويد ده بيبقى سكند ستيج لارفا، وده موجود فين؟ في الفيش. الايج اللايف سايكل كلام مكرر، ادي السمول انتستين اهو، انا في بطني هنا في دايفلوبوسترام لاتم، وبعدين بتنزل الايج في الستول. الايج قلنا اماتيور، فبتنزل في الوتر هتحتاج يحصل لها ماتوريشن، وبعدين هاتشنج تدين كوره سيديا، ما هو شكل الكوره، بعدين ياخدوا السايكلوبس ده يعمل انجيشن للكوره سيديا، بعد شويه يتحول الكوره سيديا للسايكلوب برضه للبروسيركويد. البروسيركويد ده يجي السمك اللي هو سالمون فيش اللي هو ده ياكل السايكلوبز اللي فيه البروسيركويد ده، يتحول البروسيركويد لمين؟ لبليوروسيركويد. يبقى في الاخر انا عندي انفكتد سالمون فيش، واخد بالك، وفي ايه في بلوروسيركويد. يجي المان او الدوج او الكات ياكل السمك ده الاندر كوكد اللي مش مستوي كويس وانفكتد، يبقى في شرطين فيه، انه يبقى انفكتد ومش مستوي كويس، لكن لو هو انفكتد وسويته كويس خلاص، لو هو نان انفكتد وحتى وني خلاص مش مشكله. يعني يبقى خلينا نفكر، مش اي واحد ياكل سمك هيديله هيجيله دايفلوبوس رملاته، لا، لازم تبقى السمكه دي مصابه وفي نفس الوقت مش مستويه، مش مسوينها كويس، وبالتالي ياكلها تحصل لها هاتش في السمول انتستين وتديني الاضل. بتعمل ايه طيب في الدوج والكات والمان؟ بتعمل ابدومينال بين اذنوفيليا ويكنس لوس اوف ويت، يعني شويه انيميا كابرنيشيس انيميا فوليك اسيد ديفيشنسي او ماكروسيتيك انيميا، خلي بالك، لان بيحصل ابسوربشن للانساتوريتد فاتي اسيد لايبريتد الورم، الورم بتطلع انساتوريتد فاتي اسيد، فدي بتعمل انترفير مع الار بي سيز وكلام انفورميشن، فبتعمل لي نوع من الانيميا، وكمان الورم بتعمل بيك قبل فيتامين بي 12، فبالتالي يحصل ديفيشنسي او بيسموها فوليك اسيد ديفيشنسي او فيتامين بي ديفيشنسي في الورم. وده دي مهم جدا تبقى فاهم الميكانيزم، عشان لما تيجي تعالج هتدي تعود النواقص دول وتشيل الورم وتعوض النواقص، عشان ما الكلاب بتاعتك ما تروحش منك. الانتستاينال ممكن عشان كتار كده وبتاع، ممكن تعمل انتستاينال ابستراكشن برضه زي الاسكارس، خلي بالك، وهنزل لكم شويه فيديوهات فيهم الحاجات دي ان شاء الله، بس لوحدهم، بس نخلص من دايجنوزس كلينيكال بيكتشر ونحفظ حاجين تستول ونشوفها، هنلاقي فيها الايج، والايج بتبقى اكبر شويه. دايجنوزس كلينيكال بيكتشر واكزامينشن اوف ايج ان ستول اند ماست بي ديستينجويش فروم فاشيولا ايج سبيشيز ار لارجر اند ويزاوت بستيرور نوب، فيها بستيرور نوب دي، لكن انا عايز اكد لك ان الفاشيولا بيبقى الاوبوركلم بتاعها واضح وفيري كلير، وبتبقى يعني من المعمل تقدر تفرق بينهم ان شاء الله. الهيومن سبرغنوزس هو انفستيشن اوف ذا هيومن تيشو بيز لارفا للستيج اوف ديفلوبوستريوم مانسونال اللي هو اسمه هيروميترا، وش كولد سبرجينيوم. It is identified with bluerosulcoid. It is up 35 millimeter long in muscles and subcutaneous tissue. اللارفا للستيج بتاعت الديفلوبوسترا مانسوناي
لو انا اكلت السمكه معديه بالاسبرجينيوم ده بيتدخل السبرجينيوم يقعد عندي ويعمل بنتريشن رول بتاع السمول انتستن ويعمل لي يروح اي مكان، الاي يروح السكن يروح البرين يروح الكدني يروح الكبد يروح اي مكان ويعمل لي هيومن اسبرجينوس. الديفلوسوم اسفايد دي زيها زي الديفلوسوم لاتن بس ما بتسيبش الانسان، لكنها بتبقى موجوده في السمول انتستن في الدوج، والمورفولوجي بتاعها واللايف سايكل كله زيها زي الديفلوسوم لاتن. لكن ازاي اتعيد انا بالهيومن اسبرجونوزس؟ ان انا بحصل ان انا اكل انسفيشنت كوك اور سولتد فيش او فروج او ريبتايز، دول بيعتبروا باراتينيك هوس يعني هم نفس انفكتد ويز اسبرجينيوم ستيت وش مايجريت انسايد ذا بودي اوف مان اند كان سيتل ان اني اورجان اي مكان، لكنه عمره ما بيتحول ل ادلت انجيشن. عشان كده الانسان بيبقى انديد هوست بالنسبه له. انجيشن اوف انفكتد سايكلوز كونتيننج بروثروكويد، بروثروكويد في بروثروكويد يتحول، السايكلوز في بروثروكويد يتحول ل اسبرجينيوم ويقعد في المصل بتاع الانسان. وممكن احيانا في بعض الناس بتعمل ابلاينج للانفكتد فليش فروج، بيجيب الفروج، انت عارف الفروج والسنيك ديت بتبقى دول براتينيكوس طبعا هم والبيرد، لكن الفروج والسنيك دايما بيسموها كولد بلادد انيمالز فيستخدموها ككمادات فبيحطوها على الجروح، فهي لو فيها اسبرجينيوم يطلع ويخش في الجرح ويديني الانفكتد. وبعدين الاسبرجينيوم دايركت ميجريت تو هيومن تيشو اند كان سيتل ان ذا سكين اور اي كوزنج كوتينس اور اوكرا اسبرجونوس. شايف حضرتك اهو ده عنده اسبرجينيوم فتحناها لقينا فيها ورم، شايف الورم ساب كوتينس، شايف اهو مطلعينها من العين بتاعت الراجل في الكونجكتيفا، ده بنسميه هيومن اسبرجونوسيس. باثوجينيسيس انفلاميشن اكورد تو اورجان انفيدد اوكرا اسبرجونيزس سيفير بين وريتيشن وسويلنج الاي ليد دياجنوزس بالسيرولوجيكال تيست. في حاجه اسمها اسبرجينيوم بروليفيريوم، ودي ان اللارفا بتاعت الاسبرجينيوم تلقاها نحصل لها ملتبلاي وتديني جيفنج ريجولار بروسيس زي التبرعم كده بالظبط. اوردر سايكلوفليدي وليها جينر كاركتر، السكولكس ليها فور ساكرز كاب شيب ساكرز، وفي ممكن يبقى معاها روستيلم والستيلم ار هارمد ار ارمد ويز ار وزاوت فوكس، الايج ار ليبريتد باي ديسنتجويشن فروم ذا جراف سيجمنت، مفيش يوتراين بور هنا، الايج ار ماتشور وفيها هيكسا كانز امبرو ونان اوبركليتد وريدي فور انفكشن على طول. ده بالنسبه للاورد سايكوفليدي. برضه ليها لارف الستيج بتبقى سيستيك ويبقى ليها وان انترميدوت هوست موجود. لو احنا قارنا بين سيدوفليدي هتلاقي في فروقات كبير، يعني هنا سكولز في اربع سكر، هناك في تو بوسر، هنا في روستيلا مزهوك، هناك ما فيش روستيلا مزهوك، هنا الايج بتنزل عن طريق جراف سيجمنت، هناك عن الترايم بول، هنا الايج ماتيور، هنا ام ماتيور، هل الايج اوفر كوليتد، هنا نان اوفر كوليتد، الايج كونتين هيكزا كانز امبرو في السايكلو في الليدي، في السيدو في الليدي فيها ايه؟ فيها فيها وان سيد امبرو انها ايه؟ ام ماتيور. هنا بيحصل له هاتشنج ويديني اونكوسفير نوت سيليتد، هناك سيليتد ونسميه كوره سيدي وهكذا. ده بالنسبة للجنرال كاركتر. بعد كده هناخد التينيات، ودول مجموعة نفهمهم كويس عشان ما ندوش ونقعد نحفظ كتير منهم. هما تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم، ودول موجودين في الهيومن بس. تينيا هيداتيجينا وتينيا اوفيس وبيزيفورمس تينيفورمس مالتيسيبس سيرياليس، هقولهم تاني ماشي. بتبقى تينيا ساجيناتا تينيا سوليوم دول يصاب بهم الانسان، لكن الانترميديت هوست بتاعهم عباره عن الكاتل والبيك. تينيا هيداتيجينيا تينيا اوفيس تينيا بيزيفورمس تينيا تيني فورمس تينيا مالتيسيتس تينيا سيرياليس، دول كلهم بيصيب بيهم الدوج، بيبقوا موجودين في فده الجينس تيني.
المرفوع بتاع التانية بيبقى القدر بيتراوح من 5 ل 15 متر، تخيل الحجم ده كله ممكن يبقى موجود في جسم الإنسان أو الحيوان. والسكولكس بيبقى فيها 4 سكرز، ادي 4 سكرز، ممكن يبقى فيها هوكس أو بروستيلم أو لا. ده التينيا ساجيناتا مفيش فيها لا هوكس ولا بروستيلم. من أول هنا من تاني تينيا تينيا. فبناخد دي بسم الله الرحمن الرحيم من أول هنا تينيا جيناس تينيا important في ترين سبيشيز. تينيا ساجيناتا بتصيب الهيومن والانترميديت هوست بتاعها الكاتل. تينيا سوريان بتصيب الهيومن والانترميديت هوست بتاعها البيج. تينيا هيداتيجينا وتينيا اوفز وتينيا بيزيفورمز وتينيا تينيفورمز وتينيا مالتيسيبس وتينيا سيرياس، كلهم دول بيبقوا موجودين في السمول ديستين بتاع دول. جيناس تينيا ده السبيشيز بتاعه. هناخد اول حاجه اسمها تينيا ساجيناتا، تبقى موجوده خلي بالك فاوند اونلي ان مان، يعني ما بيصابش بيها الانسان، في السمول انتستين انترميت هيست بتاعها الكاتل، وده عشان كده بالنسبه المورفولوجي بتاعها طولها من 5 ل 15 متر، وادي السكولكس فيها 4 ساكرز والزاوت وزاوت روستيلا ولا هوكس، والماتيور سيجمنت بتبقى روزد شيب بادي باي لوب، الماتيور سيجمنت سلايتلي برودر ذا لونجر، وتبقى فيها باي لوبد اوفري. الجراف سيجمنت بيبقى النمبر بتاع برانشز بتاعتها عددهم كتير. السيستركس بوفز دي اللارفال ستيج بتاعتها تبقى جري شويه، حوالي 1 سنتي في الحجم بتاعها، وممكن تتشاف بالعين على فكره المجرده في السلخانه. وبلادر لايك ويز انفاجينيتد انفيرتد سكولكس، فيها 4 سكر لكن ما فيش لا هوكس ولا روستيلا بالشكل ده. وده شفناها دي في اللحمه، ودي عينات بتاعتنا احنا دي من عندنا احنا، دي احنا شايفينها ودي موجوده اهي، وادي العدد بتاعها كده، ودي لما شفناها تحت الميكروسكوب شكلها في اللحمه اهي، دي بالذات واضحه قوي اهي بالشكل ده. تمام تمام دي برضو اهي اللي هي السيركس بوبس في الكاتل. واللايف سايكل بتاعتها مفيش فيها مشكله كبيره. الادلت موجوده في السمول تسمع تحط الجراف سيجمنت نفسها الطرشه وتطلع لي الايج، الايج انفكتد على طول، تاخدها الكاتل في الاكل بتاعها يتكون في المصل بتاعها سيركس بوفيس، ياكل الانسان اللحمه اللي مش مستويه كويس تمسك بالول بتاع راس مندس بالنظر خلاص. يعني يبقى هنا خلي بالك عشان الحته القاعده عامه في السستون، عشان انا اصاب بالاضل في التنيات بالذات دول اخد اللارفا، ياهو مش دي سيركس بوفيس دي لارفا انا خدتها اصاب بالاضل. طيب الكاتل تاخد ايه عشان تصاب باللارفا؟ تاخد الايج خلاص. يبقى الايج لما تتاخد تصيب اللارفا، لما اللارفا تتاخد تصيب الادلت، بمعنى اخر عشان اصاب بالادلت اخد اللارفا، عشان اصاب باللارفا اخد ايه؟ سامعك ها؟ الايج او التاني، عشان اصاب بالادلت اخد ايه؟ اللارفا، عشان اصاب بالايج اخد عشان اقول تاني، عشان اصاب بالادلت اخد ايه؟ اللارفا، وعشان اصاب باللارفا اخد ايه؟ الايج، مش هقول تاني بس. الباسلينز في الكاتل ما فيش مشكله، ما يعني اندر كونديشن مش مشاكل، لكن دلوقتي في السلخانات حطوا قانون انه ممكن يعدم الجزء اللي فيه سيس سيركس ده عشان بيبوظ اللحمه اللي موجوده. ونشخص في الكلينيكال ساينز واللابورات ان انا نشوف الايج تقول لي دي تينيا، واشوف الجراف سيجمنت تقول لي تينيا سيجنال. يبقى هنا الدياجنوستيك سيج مين؟ جول اج صح، قول جراف سيجمنت صح، قول انت صح الاج والجراف سيجمنت، لان الاج هتقول لي دي تينيا والجراف سيجمنت هتقول لي تينيا سيجينات، لان الفرق بين تينيا سيجينات وتينيا سيليا عن طريق الجراف سيجمنت. ده شكل الاج. التينيا سوليا ودي عباره عن بور كتاب وور، وبتسيب الانسان برضو، والهابيتات تبقى موجوده في السمول انتستين والانترميديت هوست بتاعها البيج، لكن اللارفا تبقى موجوده في المص بتاع البيج، وممكن انسان يصاب باللارفا بنسميه ده سيستر كوز. طيب بالراحه كده اهو عشان نبقى نثبت معلومه، المان هيصاب بالقضاء ياخد ايه؟ ياخد سيستر كاسيلوز اللي هي اللارفا السيلي.
طيب المان والبيج هيصابوا بالسيس سيركس سيلولوزي، يا بياخد ايه؟ على طول الايك. برافو عليك، عشان ما تحورش كتير وتحفظ كتير. الاطلس بتبقى 2 ل 3 متر، والسكولكس دي زي ما شايف فيها ادي 4 ساكرز، وادي روستيلا موز هوكس بالشكل ده، ده ساكرز بالهوكس، وفيها الفيكسيشن بتاعها بيبقى جديد شويه. ففيها 4 كاف شيب ساكرز وروستيلم، وروستيلم ارمد وستورو من الهوكس. الجراف سيجمنت، الجراف سيم زيها زي التينا سجينات، لكن النمبر او فلاتر برانشز هناك كان عددهم كتير، كان يعدوا من 21 واكثر، انما هنا من 7 ل 13 و7 ل 11، 1 2 3 4 5 اهو البرانشز دي. عدد البرانش دي بيبقى قليل في حاله الجراف سيجمنت اوف تينيا سولي. ادي هرجع لك حته هنا، هو الراجل متوص بيكم دكتور احمد زرع، احمد جارح، كاتب لك الجراف سيجمنت بتاع التينيا اهي، وراف السوليوم ودي السجينات. شايف المنبر بتاع البرانشز اهو، المين برانشز اللي طالعه في النص دي، هو عباره ده كله يترس، بس اليوترس برانش بتاعت شوف 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 هنا كتيره قد ايه، انما هنا قليله. دي تقول لي تينيا سوليوم ودي تقول لي تينيا سجينات، لكن الايج بتاعتهم واحد، الايج بتاعتهم واحد. تينيا سجينات بيبقى من 15 ل 30، لكن السوليوم بيبقى من 7 ل 13 بس. اي نعم التينيا هنا البرانشز بتينيا سجينات كتير، تينيا سوليوم قليل. ده الستين برضه شريحه تاني، دي السيركس سيلولوزي، وزيها برضه انفاجينيتي سكولكس ودبل كراون اوف هوكس. اهي شايف الهوكس اهي، شفتها في المعمل بالشكل ده، شريحه جميله وشكلها حلو. هنا راجل بيفحص الهارت وليه فيه، اهي شايف لما ضرب هيلي في السيركس ده الهارت بتاع البيج، ودي البيج اهي، ودي مطلعينها اهي السيركس اهي، يعني شغل حاجه كويسه. وادي الهارت مليان بسيركاس سيليولوز. اللايف سايكل زيها زي بتاعت الهيومن، البس جينيسيس في المان تعمل ديستاينا ديس اوردر هانجر بين ويكنس انيميا دياريا الترنيتنج كونستريشن، وفي البيج بتعمل ايه الكريكاس، ما بتبقاش في مشاكل غير ان الهارت يعني بيبقى مصاب بكميه كبيره من السيركاس. الدياجنوزز الايج هتقول لي تينيا، والجرافسيم هتقول لي تينيا اسمك تينيا سوري. السيس سيركوزس وده عباره عن انفيجن ذا هيومن تيشو باي ذا لارف الستيج اوف تينيا سيليا، بنسميها سيس سيركس سيلولوزي. والمود اوف انفكشن انجيشن اوف رو فيجيتابل اور ووتر كونتامينيتنج وذ انفكتد كيسز كونتيني انج اوف تينيا سوليا، يبقى في اي حال باخد الايج. طيب يا راجل لما احنا انت بتاخد الايج، لو انا عندي انا مصاب بالسمول انتستين في بطني وحصل انترنال اوتو انفكشن، انترنال اوتو انفكشن يعني بيحصل انتي بلاستازيس موفمنت، الكونتنت بتاع السمك بتاع الانتستين تروح للسمك والسمك تروح للسمك ترجع تاني، ده بيؤدي لي انها تتاثر بالاتش سي ال وبيحصل انفكشن. او اكسترنال اوتو انفكشن عباره عن هاند تو ماوث، بيجيب من ورا لقدام هاند تو ماوث. يبقى المود اوف انفكشن يا اما ناخد الايج من الرو فيجيتابلز اور ووتر كونتامينيتد باي انفكتد فيزز كونتيننج تينيا سوليوم، او يحصل اوتو انفكشن، وده حاجتين، انترنال اوتو انفكشن از ريزلت اوف ريجريتيشن ايج ريليزد باي ديستنجريتنج اوف جرافيت سيجمنت انتو ذا ستومك ديو تو انتي بريستاز، البريستاز ماشي كده اهو ترجع كده خلص. اكسترنال اوتو انفكشن از هاند تو ماوث واي، وممكن بالهاندلر الناس بتسميت الايج للهيرسي بيرس. بس جينيسيس والساينس، وين مان از انفكتد وذ سيركس فيرس كلينيكال ساينس مي بي اوكير ديو تو ذا لوكيشن اوف ذا سيس، موجوده فين؟ في العضلات، يبقى يحصل حاجه في العضلات، ما يفصل كوتينسيس ماشي، موجوده في البرين ماشي، موجوده في الليفر ماشي، طبقاً اكوردنجلي المكان اللي موجوده فيه. واكثر حاجه يمكن بتبقى نيوروسيسكوزس، لان دي بتبقى مشكله انها بتتكون في البرين وبتعمل مشاكل كبيره جدا، يعني في المصل هي نيوروسيسكوزيا اوف سالميك سيستي سيركوز. بعد كده التايب اوف سيسكوزس في المصل او في البرين بنسميه نيوروسيسكوزس او اوف سالميك سيسكوز، او ممكن يبقى ساب كوتينس، ممكن يبقى في الليفر، ممكن يبقى موجود في اللانك.
السيستركس في الماسل بتبقى يعني السمت بتاعتها ضعيفة شوية، لكن بتعمل كرامب في الماسل وتعمل مايوسايتس كتير. سيستركس في الاي بتعمل مشاكل في الاي. سيستركس في البرين ودي او السبينال كورد تبقى الساينس بتبقى يا اما في هيديك في سنيزيا في ممكن او تحصل كومباشن، ممكن يحصل لا قدر الله باراليزز وتبقى مشكلة كبيرة. ده حضرتك اهو سيستركس في التانك، سيستركس في الاي، سيستركس في التانك تاني، ده سيستركس ساب كوتينيوس تيشو، يا سلام سيستركس في الجم، بتروح اي مكان موجودة فيه في التيشو. الدياجنوزس بيبقى بوست اوبراتيف او اكس راي او سيرولوجيكال، التريتمنت بيبقى سيرجيكال ريموف. ده ديفرنت عملناه لكم كده بين التينيا سجيناتا التينيا سوليوم سريع. التينيا سجيناتا ما فيهاش هوك، الروستيلم بيبقى موجود في التينيا سوليوم، الفيكسيشن طبعا بيبقى اكتر في التينيا سوليوم. الانترميديت هوست هنا الكاتل وهنا البيج. السكولكس بيبقى هنا فيها 4 سكر وزود هوكس او روستيلم، من 4 سكر وز روستيلم اند هوكس. اللي هنا سيستركس بوفس ودي سيستركس سيلولوزي والايج. هو انا عملت لك خط بي سيستركس سيلولوزي تديني الاذر، الايج تديني سيستركس عشان نبقوا بس ايه متفقين. جراف السيجمنت اليودرس هنا البرانش بتاعته كتيره، هنا اليودرس البرانش بتاعته قليله. السيستر سيركس هنا بتبقى فيها هوكس وهنا ما فيهاش هوكس زيها زي الاذر. الباثوجينيسيس طبعا هنا بيبقى انتينا ديس اوردر وهنا برضو نفس الكلام. هنا سيستركوز بيعمل مشاكل، ما فيش خالص سيستركوز في التينا سيجيناتا، لكن في التينا سوليوم بيعمل سيست سيركس سيلولوس. الحاجه الثالثه اللي هي التينيا هايداتيجينيا، والتينيا هايداتيجينيا دي بتبقى زي ما قلنا كلهم التينيات الباقيين جايين في الدوج. مش هنا يعني مش عايزك تحفظ كتير، بس تعرف كل واحده بتعمل ايه وموجوده فين واللارفا سيج بتاعها ايه. الهوست الدوج طبعا هابيتات من غير ما اتكلم سمول انتستد، الانترميديت هوست الرومنانت والبيج، واللارفا سيج بيسموه سيركاس تيني كورلاس. يبقى التينيا هايداتيجينيا السيركاس اللارفا سيج بتاعها عباره عن سيركاس تيني كورلاس. اللارفا سيج ده بيبقى موجود في البروتينيا الكافيتي واتاش تو ذا ليفر، وليه بلادر لايك كونتيننج فلويد، وليه نيك اند انفاجينيتد سكولكس، وبتبقى طويله بالشكل ده اهو شايف بالشكل ده. دي موجوده في ال دي تينيا هيدا تيجينيا، ودي موجوده في الدوج بالشكل ده، وتنزل السيس سيركس واللارفا الايج هي بتاعتها، وبعدين سيس سيركس تاني كولس بالشكل ده. نفس الحكايه في اللايف سايكل مش جديد. الباثوجينيسيس بتعمل لي وجود اللارفا في الميجريتنج تو ذا ليفر بتاع الشيب، والبيج بتديني حاجه اسمها هباتيتس سيستي سيركوزا، هباتيتس سيستي سيركوزا. التينيا اوفيس الشيب ميسلز في الدوج برضه سمول انتستين ترميديت هوست الشيب، الادلت موجوده في الدوج، واللارفا سيمس سيركس اوفز انهابيتنج ذا انترا ماسكولار كونكتيف تيشو اند هاف انفاجينيتد سكولكس وذ هوكس. خلص ادي السايكل بتاعتها نفس الحكايه ونفس الكلام. ادي الادلت موجوده والايج بتنزل تكون اللارفا، والايج موجوده في الدروبلس بتاع الدج في الدوج، موجودة في الستول بتاع الدوج، وبعدين يأكلها الشيب، وفي الشيب تتكون السيست سيركس اوفيس، وبعدين دي بتبقى موجودة في الانترا ماسكولار تيشو. شايف ده اهو سيست سيركس اهو، دي على فكرة من رسالة الدكتور محمود في أسوان بالشكل ده. شوف هنا جميلة، شايف الحتة دي فاتحها لك اهو، وهو بيفحص لقيها في الماسلز بتاعت الفيس وايه بتاعت الهيد، وده اهي شايف ادي ودي كده. ده السيركس ده كله شيب، خلي بالك ده شيب اهو، حتى بيدعموا هم الحاجات دي كلها في السلكانات. الشيب اهو في الليفر بالشكل ده. تينا بيزوفورمز برضه في الدوج وسمول انتستين، بس بتبقى موجوده في رودنت والهابت والرابت كلارفا كانترميديت هوست، واللارفا سيج بتاعتها بنسميها سيركس بيزيفورمس، والسيستم بتبقى ليها انفجنيتد انفجنيتد بي سايز شيب.
ويوجوالي في جروب عاملة زي بانش اوف جرابس كده، عاملة زي عنقود العنب كده. وادي اهو شايف ده الرزنت اللي موجود، شايف؟ وادي هي ممكن تبقى بالطول ده مع بعضيها متلسقة. في تينيا بيزيفورمس سيركس، تينيا 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 تيني فورمس، ده بصيب الكات، خلي بالك مش في الدوج، وموجودة في السمول انتستين واللارف الستيج، بيسموها سيركس فاشولاريس او استروبليا استروبليو سيركس فاشولاريس، عاملة زي السيجمنتيشن كده، شايف السيجمنتيشن بتاعها؟ والسايز بتاعها بيبقى 1 سم تقريبا، وبتبقى في الليفر بتاع الرودنت هنا، وبتبقى السكوكس از نوت انفاجينيتد بات ات كونكتد تو ذا فيزيكالز باي تشينز اوف سيجمنت، او بيسموها سيد سيجمنتيشن ويزاوت اني تريس اوف جينيتال اورجان، يعني بيسموها فولس سيجمنتيشن اهي الشكل ده. والسكوكس فيها روسيلم وتو كراون اوف هوكس، وديستكتيف لارفي ريش فيو 1 سم. ادي الكات حلوه القطه دي، تينيا بيزنتيني فورمس، وبتحط الايج بتاعتها، ياخدها الرودن، تتكون عنده السيس سيركس او اللارفال سيل بتاع التينيا تيني فورمس. بعد كده في التينيا مالديسيبس او مالديسيبس مالديسيبس، بتفكرك بالعضله اللي اسمها مالديسيبس، تراي مالديسيبس والباقي مالديسيبس، وبتبقى فيها الدوج كاديفيتيف هولز وسمول انتستين واللارفاسيشنال سنيور سبراليس، ودي بتبقى ترانسلوزد فيزيكال، وحجم الهن ايج زي شكل يعني حجم البيض الصغيره كده، وبيبقى الكلاستر اوف ماكروسكوبيك سكولكس اهي، ماكرو اهي الايه اهي اهي اهي، خلي بالك لان دي هتفرق لنا بين حاجه تاني بعد كده، ماكروسكوبيك سكوليكس ممكن تشوفها بالعين المجرده، وبتبقى لان الانر وول بيبقى شفاف، ولا فيها برود كبسول ولا فيها دوتر سيستم. ودي اللايف سايكل بتاعت السيبس اهي، بتروح برضه تصيب الانسان، وبتصيب الانسان بتروح تعمل سينيور سيربراليس في البرين، ودي بتديني مانيفستيشن فظيعه في البرين. وفي الانيمالز بتعمل حاجه اسمها جايد او ستيكر ديزيز، ستيكر ديزيز ذا انفستيشن اوف انيمال اور هيومن تيشو، او انفستيشن اوف انيمال اور هيومن سي ان اس باي سينيور سيربراليس، اللي اعرف الاسيد بتاع المالتي سيبس مالتي سيبس. وديزيز بيبقى موجود في الشيب بكتيرا ورير في المان، وتلاقي كده الخرفان والبتاع تقعد بيقول لك عليه غزاله كده، تلاقي دماغه عاوز يخبط دماغه في الحيط على طول. مود اوف ترانسميشن باي سولينج اوف ذا ايج اوف مالتي سيبس مالتي سيبس وكونتامينيتد فود بتاع انفكتد باي فيس انفكتد دوج. المانيفستيشن في الشيب بيسموه ستيكرز اور جايد which affect the balancing power of the animal. والديزيز ما بي فيتال، ممكن الخروف يروح ضرب نفسه، شايف زانج نفسه في الحيط، دماغه بتوش في حاجه جوه في دماغه مش مرتاحه، زي حاجه تانية ناخدها برضو السنه الجايه برضو في الدماغ كده بتاعت الخرفان. سيست بريزنت اون سايد اوف برين سو انيمال موف ان ذا اوبزيت سايد، لو رجعته كده تفتكروا ان انت متكبر ولا لا؟ لا، هو لو رجعته كده وعايز ينطح وعايز في وش في دماغه مش مستريح اي حراك، فدي بيروح ضرب في 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 زميله او ضرب في الحيط، عشان ممكن تعمل بلايندنس وبعدين انتبه خليه عامل زي السيركلينج كده فيه، وتلاقي الحيوان كده فجأة مشي في طريق دخل كده زي ما يكون مش شايف، وممكن يموت منها الحيوان. في الانسان بتعمل ديس اوردر في سباينال كورد، وبتبقى بتعمل اليبسي، ومشكلة بتبقى مشكلة في الهيومن بار. الاكس راي او استرولوجي والتريتمنت سيرجيكال ريموف، تينيا سيرياليس مال سيب سيرياليس نفس الحكاية، تبقى في الدوج وسمول تيستون واللارفا بتاعتها سنيور سيرياليس بدل سنيور سيرياليس، ودي كان موجودة سيرياليس موجودة في سنيس، دي موجودة في السب كوتينيا ستيشن. شكرا جزيلا، ونتمنى ان نتقابل معكم في محاضرة قادمة ان شاء الله. وما تقلقوش بالنسبة للتنيات، هم نعرفهم وهم كتار، عايزك تعمل لهم جدول كده، الجدول ده يبقى فيه اسم التينيا، مثلا تينا سجيناتا، تينا بوفس، تينا ايه بيزيفورمس، تينا هيداتيجينا، تينا تيني كولا، ايا كان.
او مالتا سيرس، مالتا سيرس دي ناسرياليس، وبعدين تقول اسم ده اسمها كلهم موجودين في السمول انتستين، فمفيش داعي اللي كانت الهابيتات. الكهنة التانية تبقى اللارج فلاسيج بتاعها ايه؟ دي تينيا اوفيز يا بس السيركاس اوف، دي تينيا ساجيناتا بس السيركاس بوفيس، دي تينيا سوليوم يا بس السيركاس سولوس. وبعدين الهابيتات اوف ذا لارج ستيج، دي موجودة فين؟ دي موجودة في الانترا في المصل، دي موجودة في المطر في الليفر، دي موجودة في الشيب في البروتينيل كاف. وبرضو الهوست بتاع مين او الهوست بتاع اللارفل ستيج، يعني اللارفل ستيج دي موجودة في مين؟ موجودة يعني سنتينيا سوليوم، هقول الادلت موجودة في المان، اللارفل ستيج موجودة فين؟ تينيا سوليوم يبقى في البيج. طيب اسمها ايه؟ اسمها سيركاس سيلولوز. وبكده انت بقى لميت الدنيا ولميت الموضوع كله على بعضه في ورقة واحدة بس. كل سنة وانتم طيبين، ونلتقي في المحاضرة القادمة ان شاء الله بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.